طالب اعاده الفنوق يرجع الحياه الى منطقه باب الطوب الفنوق من اهم المصادر اللي بالمنطقه ونطالب الحكومه المركزيه ونطالب الحكومه المحليه باعاده بناء شو اسمه الفنوق بدل ما المواطن يروح للحمدانيه روحه وجايه الفنوق هنا عندنا موجوده بس نطالب باعمارها العالم تدمر والله العالم وين تروح العالم وين تروح الفنوق احنا عندنا هنا بنيه تحتيه ما شاء الله صفت ابدي شويه شيء من البنوك ارجع هنا شويه شويه دار على المواطن على وين تروح؟ لتروح الحمدانية، جنية على تروح للحمدانيه زين يا المسلم على وين تروح؟ ترى العالم بزعت والله العظيم العالم بزعت تروح اللي غادي عمود البنك البنوك من الشغلات المهمه تقويه الاعمار تقويه المصالح تقوية كلها وين ترجع؟ كلها على البنك وعلى الحوالات هي كلها ترجع على الحوالات يعني انت مثلا ما تروح الحوالات على ابو الحمدانيه لا أبو الموصل عندك انا حوالات تفيد بالاستثمار ها كلها ترجع وين ترجع على البنوك؟ فنطالب الحكومه المركزيه ونطالب الحكومه المحليه بالاخص لان الحكومه المحليه هي هذه هي مدينتكم اذا ما انتبهوا على مدينتكم على من شوفوا الرمادي شلون صارت واحنا الموصل لحدنا هنا صار ثلاث سنوات من تحررنا لحد الان فرق ما عندنا واحد من الاوادم والله الناشر كل مسؤول ان شاء الله وخير يريد الخير لهالبلد والموصل هاي له المنكوبه باسمي وباسم كل مواطن يعني يريد الخير لهالبلد هذا يعني بالنسبه للبنوك مبادره حلوه بالنسبة للتجار أو الموظفين أو ما شابه ذلك يعني هذا الإنسان يا تاجر كاد يخلي فلوسه دي بالبيته وهذه يعني مو أمينة أو شغلة مو حلوة يعني البنك هو حافظ على أموال المواطن أو التاجر يضمن حقه يعني تأمين مثل ما يقول على راتبه البنوك ما إتنا مضروبة زين صيرفة أبسط شيء كصيرفة إحنا ساعة من الناس شيخان اشتغل كريد يصير في الشغلات هذه وين انطي وجهي اذا بنكة ومصرف ماكو والبنوك بالاخص الايمن يعني حاله يرسلها والناشد المسؤولين هو السيد المحافظ المحترم وكل مسؤول يريد الخير لهالبلد هذا يعني شوية يراعون الناس والله الناس تعبت يا اخي هسه تو نفس هذا البنك كان القلعه مال الايمن القلعه مال الموصل ويعني يعني مثل ما يقول للخراب وبيوم واحد والتعميره صار له كم سنه فاذا هذا البنك سووه هذا يعوض على ايمن كلته بالنسبه للبنوك اللي حاليا تفتقر لها مدينه الموصل حاله حال بقيه الدوائر المفروض يعني من تحرات المدينه يضع خطه ينفذون بها الشغلات الاساسيه الدوائر الاساسيه اللي يحتاجها المواطن نعم صار اكو عمل بالمدينه وخصوصا أه بالساحل يعني الايمن والايسر وهسه اكو توجه من قبل السيد محافظ نينوى على اكمال الجسرين يعني الحريه والجسر الثالث اللي هو راح تنتعش بها مدينه الموصل والايمن هم ايضا يستفاد من عده اما بالنسبه للبنوك البنوك يعني اي جهه تجي عليه يقول لك فلوس احنا ما عندنا ليش الدوله دعمت شنو ما عندك فلوس يعني اكو دوائر هسه عندنا بالساحل الايمن موجوده او بنايات موجوده ممكن ان يستغلها مثلا ابو البنك المركزي ياسس له بها آه بنك تستفاد من عنده المدينه. فهذا البنك اللي بشاره غازي انا ادعو السيد آه نجمة الجبوري ان يعز الى ان يعز الى احدى الشركات او آه تنفيذ مباشر نفذون هذا البنك اللي بشاره غازي ويصدر امر آه الى مدير التقاعد الاستاذ وليد قاسم بان يكون تسليم اهل الهويات عن هذا هاي بهالحاله هذه راح نفتح بنك بالايمن راح تستفاد من عنده الناس راح تقلل من الزخم العبور على الجسور وتقلل من الزخم السيارات اللي بالايسر هاي وحده الوحده الثانيه الساحل الايمني الراد له تحرك ما بس من الحكومه المحليه حتى من الناس اللي اهل المحلات هذا مع إذا اذا فتحتنا هذا البنك راح تصير حركه